يقول: وقول التعالي قالها عمر فكرا في سامعها اعظم بمنقيها، عرفت دارك لا ابقي عليك بها ان لم تبايع وكنت المصطفى فيها، ما كان غير ابي حفص يفوه بها امام فارس عدنان وحاميها. يعني هذه الابيات قطر. حياك الله يا احمد. حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله. حياك الله وحيا الله اهل قطر جميعا، اهلا وسهلا بك. تفضل اخي احمد. حياكم الله وحياكم وطيب الله انفاس الشاعر او الشيخ الكريم. الله يسلمك. الله يسعدك. الله يسلمك. طبعا انا عندي سؤال. سؤالي تفضل اخوي حول مساله طلب الحكمه والشعر، او حتى انه الانسان هناك مقوله لاحد الحكماء ان الارواح تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحكمه. الشعر في الاسلام يعني هل انشاده قراءته او حتى يعني انظامه هل هو مكروه ام مستحب ام انه ماذا؟ يعني وخاصه احنا مثلا عندنا كثير من بعض الحكماء مثل الامام الشافعي او غيره كان من الشعراء يعني خلنا التاريخ. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، قرات هناك قصيده جميله دائما نتفنن فيها في مدارسنا للشاعر الكبير حافظ ابراهيم. يعني الشاعر اللغه العربيه يكتب فيها ابيات جميله في مدح سيدنا عمر، يقول: وقولة التعالي قالها عمر فكرا في سامعها اعظم بمنقيها، عرفت دارك لا ابقي عليك بها ان لم تبايع وكنت المصطفى فيها، ما كان غير ابي حفص يفوه بها امام فارس عدنان وحاميها. يعني هذه الابيات الجميله لحافظ ابراهيم والتغني بها. طيب السؤال الثاني، يعني فضيله الشيخ قال انه يجب ذكر الله والتدارس في الامور الدينيه والعلميه. اليوم الشباب الحمد لله في كل مكان، يعني وين ما تروح حتى الغير منتزم من عندهم يتدارس مساله مثلا قضايا كثيره تطرح في الساحه حتى على مستوى غير الديني، يعني مساله ارضاع الكبير وما اثارته من ضجه، هذه المسائل تدارس الان وتطرح في الشارع. هل هي ذكر لله؟ يعني مثل قولنا بعض في كتب يذكر في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم الجزء الخامس صفحه 322 ان عائشه كان يدخل عليها الشاب الايفع وكانت ترى ان ارضاع كبيره يحرم، يعني سوت واحد للشباب لانهم ينظرون الى ثدي النساء كي يرضعون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي احمد والله يعطيك العافيه على هذه المداخله. دكتور، تعليقك على كلام الاخ احمد في البدايه تكلم عن الشعر والحكمه وذكر بعض الامور، قال قصيده للشاعر حافظ ابراهيم وكذلك عرج على مساله ذكر الله، وانت كان كلامك في ذكر الله اللي الانسان يستفيد من وقته فحسب، يعني ما تطرقنا احنا والله ودنا يعني ناخذ في جل الوقت ما لديك. تعليقك على مداخله في على ذكر الله سبحانه وتعالى وهو سابق لكل ذكر سبحانه. انا عندي كتاب او بالاحرى ديوان شعر اسمه نجاوى الهيه، اغلبه قلته في السياره طبعا وانا ماشي اترنم بانشوده جميله أصدح بها وأنا بالسيارة، أذكر الله سبحانه وتعالى، أستغفر الله. يعني أنا ماشي مثلا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله، فيها يكمل الإيمان فيها يثبت الجنان، كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله. لا إله. يعني هذه قصيدة أنا حطيتها أصدح بها وبنغم آخر وبنغم آخر حطيت قصائد ما أحلاها، إنه يعني إحنا نملأ وقتنا بهذا. ثم بعد ذلك أنا أشكرهم اللي من أهل قطر. أنا لما رأيت موقف الشيخ حمد الله يجزيه الخير وزير رئيس الوزراء القطري، فقلت فعلا قلت مثلكم أو مثلكم أهل قطر لم أجد بين البشر، يا سلام، غير نجد من بها هم مصابيح درر. يا الله يا فجمعنا الله. الاثنين يعني طرفي المعادلة. فأنا أشكره على طبعا على موقف حكومته من مما يجري لشعبنا، وكما أشكر هذا البلد. الله يسلمك. وأيضا أخي الكريم عمر فكرا في سامعها أعظم بمنقيها، عرفت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وكنت المصطفى فيها، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان
وحاميها. يعني هذه الأبيات